سكشن ايدنتيفيكيشن للبوستيريو تي. خلاص مهم جدا 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 جدا. انا عندي بوستيريور تيث، عندي كم نوع من البوستيريور تيث؟ عندي بري مولرز وعندي مولرز. انا لما تجيلي سته في الامتحان اول حاجه انا عارف طبعا ان انا همتحن على بوستيريور، يبقى لازم اعرف انا انا باص على سنه بري مولر ولا باص على سنه ايه مولر. يبقى اول حاجه اول خطوه هفرق ما بين البري مولر والمولر. هفرق ما بين البري مولر والمولر ازاي؟ اول حاجه السايز، البري مولر السايز بتاعه صغير، المولر السايز بتاعها كبير. طيب ايه تاني؟ عدد الكاسبات. انا عندي البري مولرز عندي كام كاسب؟ اثنين، وعندي واحد بس اللي هو ايه اللي هو الفايف بري كاسب تايب. طب وعندي المولرز عندي اربعه وعندي خمسه وعندي ثلاثه اللي هو مين؟ الارت شيب. طيب لو جه في الامتحان عندي سنه هارت شيب وانا اتلخبطت بينها وبين البري مولر، الحاجه الوحيده اللي هتفصل لي ما بينها وبين ده ان انا السايز بتاعي. المولر ما ينفعش يبقى بري مولر، المولر لازم يبقى شكله كبير حتى لو هو هارت شيب وثري كاست تايب بس شكله كبير، انت لما تعرفه تقول ان هو مولر. خلاص؟ طيب انا دلوقتي عرفت ان السنه اللي في ايدي يا اما بري مولر او مولر، تعالوا نمسك البري مولرز الاول. انا مسكت السنه وعرفت انها خلاص بري مولر، يبقى انا بلعب في كام سنه؟ في اربعه. عندي upper 4 upper 5 ولور 4 ولور 5. عشان اقلل اللعب بتاعي واقلل الاحتمالات في دماغي لازم افصل الابر عن اللور. اول حاجه هعملها همسك السنه من البروكسيمال اسك، لو فيها لينجوال انكلينيشن يبقى لور، لو فيها ما فيهاش لينجوال انكلينيشن يبقى السنه ابر. واجي ابص على الاوكلوزال سيرفيس بتاعي، لو الباكولينجوال دايمنشن اكبر من الميزيوديستال دايمنشن يبقى السنه ابر، لو اللي تحت قاعد ومتربع قاعد ومتربع شكلها سكوير باكولينجوال قد الميزيوديستال او الميزيوديستال دايمنشن اكبر من الباكولينجوال دايمنشن يبقى السنه لور. تمام؟ يبقى انا اول حاجه عرفت البري مولر من المولر. تاني حاجه هعرف اذا كانت ابر ولا لور، انا خلاص عرفت انها بري مولر يبقى اعرف اذا كانت ابر بري مولر ولا لور بري مولر. ازاي؟ من البروكسيمال اسك، لو في لينجوال انكلينيشن يبقى لور، لو ما فيش لينجوال انكلينيشن يبقى السنه ايه؟ ابر. طيب ما فيش لينجوال انكلينيشن وانا عرفت انها سنه ابر، يبقى انا عندي يا اما ابر 4 او ابر 5، هدور على حاجه واحده بس ما تقلقش دماغي. لو في ميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف يبقى ابر 4، مفيش يبقى ابر 5. طيب عرفت ان السنه ابر 4 اسمع لنفسي بقى واكد على نفسي بقيه اللاند ماركس اللي انا هعرف بيها الابر 4. ايه بقيه اللاند ماركس بتاعت الابر 4؟ الاقي الشكل بتاعي هكساجونال، البكال كاسب اكبر من اللينجوال كاسب، السنترال جروف كبير، ونكمل مع الميسيال مارجنال ديفلوبمنتال جروب. ماشي؟ طب الابر 5 شكله شبه البيضه، سنترال جروف قصير وطالع منه سبلمنتال جروبس. سهل الفرق التفريق ما بين الابر 4 والابر 5؟ طيب ينزل على اللور 4 واللور 5، حاجه واحده هتفرق لي ما بينهم، ابص على السنه من البروكسيمال اسك، سيفير لينجوال انكلينيشن، مسافة كبيرة ما بين البكال كاسب واللينجوال كاسب يبقى لور 4، الاثنين قد بعض يبقى لور 5 مع اللينجوال انكلينيشن. تعالوا نبص على الصور. أنا عندي ده بيوريك إن أنت ممكن يجي لك سنة أهي 3 كاسب طيب بس ده مولر وده بري مولر، الفرق عندي إيه؟ السايز. وإيه تاني؟ باكولينجوال دايمنشن اكبر من الميزيوديستال دايمنشن واحفظها، اللي تحت قاعد ومتربع. احنا قلنا البري مولرز عندي يا اما ماكسيلاري بري مولرز يا اما مانديبلر بري مولرز. الماكسيلاري بري مولرز باكولينجوال دايمنشن اكبر من الميزيوديستال دايمنشن، واللي تحت قاعد ومتربع يعني الباكولينجوال قد الايه؟ ميزيوديستال. الماكسيلاري مفيش لينجوال انكلينيشن، المانديبلر فيها لينجوال انكلينيشن. طب اعرف اللينجوال انكلينيشن ازاي؟ ابص على السنه من البروكسيمال
واعمل احط المسطره بتاعتي، لو لقيت الباك القصبي بتاعي مايل ناحيه المسطره يبقى ده ايه؟ لينجوال انكلينيشن. لو لقيت الباك القصبي بتاعي بعيد عن المسطره يبقى ده ايه؟ مفيش لينجوال انكلينيشن. دي سنه لورا اهي، باكو لينجوال دايمنشن قد الايه؟ الميزيو ديستال دايمنشن. ودي برضو باكو لينجوال قد الميزيو ديستال. شايفين السنه الابر بيبقى مختلفه ازاي؟ باكو لينجوال اكبر من الميزيو ديستال. خلاص شايفين ادي سنه ابر وادي سنه ابر. طيب عرفت الابر من الايه؟ من اللور. اللور شايفين اللينجوال انكلينيشن عامل ازاي؟ احط المسطره هنا كده هبص الاقي الايه؟ الباك الكسب مرامي ناحيه المسطره يبقى دي على طول ايه؟ سنه لور. ودي برده ايه؟ سنه لور. تعالوا بقى نبص على دي، دي لور ايه؟ فور. شايفين المسافة ما بين البكر واللينجوال كبيرة جدا، يبقى ده ايه؟ لور فور. ده لور برضو بس الاتنين ايه؟ قد بعض، يبقى ده لور ايه؟ شايفين ده كده؟ ده الميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف، يبقى ده على طول ايه؟ ابر فور. طيب الماكسيلاري بري مولرز عندي الابر فور والابر فايف، الابر فور في ميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف، هنا نو ميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف، لونج سنترال جروف وواصل مع الميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف، هنا شورت ومليان سبلمنتال جروف. تعالوا نشوف شكلهم عامل ازاي. ده ايه؟ ابر فور لونج سنترال ديفلوبمنتال جروف ونازل كسر للميزيال مارجنال ريتش بتاعتي، ماشي؟ ده ايه؟ ابر فايف. ابر فايف شكل بيبقى مميز جدا، تحسه عامل زي ايه؟ سمايلي فيس كده، وش بيضحك وايه طالع منه سبلمنتال جروف وبيبقى عامل شبه البيضه. شايفين الميزيال مارجن ديفلوبمنتال جروف عامل ازاي؟ ده على طول ايه؟ ابر فور. وقلنا المانديبلر بري مولرز، الفيرست مانديبلر بري مولر اللي هو الابر اللور فور، البكال كاست لونجر ذان اللينجوال كاست. Great difference from view from proximal، يعني تيجي تبص تلاقي الايه؟ فرق بينهم كبير قوي. خلاص؟ هنا هتلاقي مفيش difference ما بينهم والاثنين قد بعض. اللي انا بقوله ده اسهل حاجه تعرف تعمل بيها ايدنتيفيكيشن للسنين. شايفين؟ شايفين المسافه ما بين البكر واللينجوال؟ خلاص يبقى ده على طول ايه؟ لور فور. شايفين المسافه بقى؟ قلت ازاي؟ شايفين الفرق ما بين ده وده؟ خش على الوحش المولرز. المولرز عندي مين؟ 6 و7 و8 ابر ولور. اول حاجه هفرق الابر من اللور، القاعده بتاعتي الشهيره اللي تحت قاعد ومتربع، يعني ايه؟ اللور ميزيو ديستال دايمنشن اكبر من الباكولينجوال دايمنشن، والعكس صحيح في الابر، الباكولينجوال اكبر من الميزيو ديستال. طب انا يا دكتور اصلا مانيش عارف الميسيال من الديستال في السنه، ولا عارف امسك السنه عدل عشان اشوف الباكولينجوال اكبر من الميزيو ديستال، يبقى انا لما باجي امسك السنه هلاقي السنه فيها عندها ميزيال هاف وديستال هاف، دايما الميزيال هاف اعلى من الديستال هاف، السنه من ناحيه الميزيال اعلى من ناحيه الديستال، بتبقى تبد ديستال، السنه مايله ناحيه الديستال، عشان تعرف تمسك السنه بتاعتك صح، يبقى تدور على الميزيال والديستال الاول، الميزيال اعلى من الديستال، عرفت الميزيال والديستال يبقى انا ماسك السنه بتاعتي صح. اجي ابص عليها بقى من الكلوزر، لقيت الميزيو ديستال دايمنشن اكبر من الباكولينجوال دايمنشن يبقى السنه لور، لقيت الباكولينجوال اكبر من الميزيو ديستال يبقى السنه ايه؟ ماشي يا اولاد؟ طيب عرفت ان السنه ابر، باكولينجوال اكبر ميزيو ديستال دايمنشن، عندي مين الابر مولر؟ 6 7 و 8 6 tubercle of Crabelli 7 no tubercle of Crabelli 8 no tubercle of Crabelli. يبقى انا عندي هتلخبط ما بين مين ومين؟ 7 و 8 supplemental grooves 8 no supplemental grooves 7 heart shape 8 و 7 برضه heart shape، بس مين اللي هيفرق لي؟ الكرماشه، الكرماشه supplemental grooves. يعني انا لو جالي سنه heart shape بس مش مكرمشه يبقى انا يديني شك ان هي ايه؟ ابر 7. طيب في حد تاني هيجي يقول لي ايه؟ طب انا ممكن عندي في ديفرنس، ممكن افرق ما بين ال 7 وال 8 اللي هي ايه؟ الديستال كونتاكت اريا.
صح؟ طيب ال H في distal contact area؟ لا. طب ال 7 في distal contact area؟ طب لو ال 8 impacted فيش distal contact area. طيب لو ما فيش distal contact area وفي supplemental grooves يبقى ايه؟ طب لو ما فيش distal contact area وما فيش supplemental grooves ماشي يا ولاد؟ زيلاري مولر يا اما رومبويد او هارت شيمب بويد يعني باكولينجوال اكثر من ميزو ديستال خلاص؟ ماشي؟ وطبعا الابر مولرز فيها اوبليك ريدج مفيش اوبليك ريدج في اللور اول ما اشوف اوبليك ريدج على طول في الهيرو ابر والابر مولرز ثلاثه روت بس خلوا بالكم ساعات اللور 8 بيبقى بثلاثه روت يبقى اوعى تعمل ايدنتيفيكيشن بالروت الروت ده اخر حاجه ابص له ومش هو اللي يلخبطني لان في فاريشنز كتيره في الروت يعني انت لو متاكد من الكراون بتاعك والروت بتاعك بيقول كلام غير الكراون صدق الكراون ما تصدقش الروت صدق الكراون ما تصدقش الروت ماشي يا اولاد يبقى اوعى حد يعمل ايدنتيفيكيشن عينيه تقع بالروت اوبا ده ثلاثه روت اوبا يبقى ابر لا اوعى لان اللور 8 ممكن يجي ثلاثه روت واللور 7 ممكن يجي ثلاثه روت خلاص اللور عندنا الشيب بتاعه هيكسجنال 5 قص او ريكتانجل اللي هو اللور 7 اللي هو 4 قص خلاص والباكو لينجوال دايمنشن الميزيو ديستال دايمنشن اكبر من الايه؟ من الباكو لينجوال دايمنشن خلاص شايفين الايه؟ الاوبليك رينج طب دي هنا في ايه؟ تيوبركل اوف كارابيلي طب لو التيوبركل اوف كارابيلي بتاعي مش بروميننت مش باين اعرف منين اذا كان موجود ولا لا؟ هيبقى في مكانه جروف ساعات بيحصل له اتريشن اتريشن يعني يتاكل ويتبقى له الجروف ده طب اشوفه فين على الميزيو لينجوال كاسب طب انا هعرف منين الميزيو لينجوال كاسب في السنه بتاعتي وانا ماسكها هبص على البلاتال رود وابص على الميزيال هاف هلاقي الميزيال اعلى من الديستال وهعرف اللينجوال بتاعي من البلاتال رود هلاقيه ايه سنجل رود كبير وكون شيب ماشي يا اولاد طيب ادي هنا ايه؟ اوبليك ريدج شايفين ده ايه ده؟ هو في هنا تيوبركل اوف كارابيلا عشان نقول ابر 6 وشايفينه سموس وتقريبا شكله هارت شيم بس ما فيش سبلمنتال جروز يبقى ده ايه؟ ابر 6 ده ايه؟ ايه باينه خالص اهو رينكلد وشكله كده ايه؟ مكعفش خلاص؟ اوعى حد يتلخبط ويقول ده سمايل فيس وطالع منه سبلمنتال جروبز يبقى ابر ابر 5 اوعى انا عندي سايز انا عندي سايز اوعى تنسى ده انا دلوقتي خلصت الابر عرفت افرق بينه ازاي طب تعالوا ننزل على اللور انا عندي مين اللورز اللور 6 اللور 7 اللور 8 اللور 6 5 كاست و زجزاج 4 اللور 7 4 كاست و كروسي 4 عرفنا القاعده بتاعت الكونتاكت اريا نو ديستال كونتاكت اريا نو سبلمنتال جروز يبقى ايه 7 نو اف نو ديستال كونتاكت اريا بس في سبلمنتال جروز يبقى ايه 8 واللي تحت 50% 6 50% 7 واللي هيفرق لي السبلمنتال جروز وبرده قاعده الكونتاكت اريا ماشيه معانا بقى قاعده الكونتاكت اريا فوق زي تحت بالظبط لان ممكن ال7 يبقى ايرابتد بس ال8 ايه ما فيهوش ايرابشن يبقى ال7 هنا ما فيهوش ايه ديستال كونتاكت اريا ده ايه ده هو ال7 شايفين السبلمنتال جروبس عامله ازاي ده مين سنترال جروب قصير وسبلمنتال جروب وشكله شبه البيضه ده ابر 5 شايفين ده انفيوزد روت عشان كده بنقول ما نعملش ايدنتيفيكيشن بالروت لان انا ممكن ال8 يجي لي فيوزد وممكن الابر 4 من تمن النظري واخد ان انا عندي فيه نسبه 80% دبل روت و20% سنجل روت ممكن حظك العسر ان انت يجي الابر 4 سنجل روت يبقى ما نعملش ايدنتيفيكيشن بالروت خلاص نو ديستال كونتاكت اريا اهو ازاي تعرف الديستال كونتاكت اريا ان الاوكلوزال سيرفيس تبدا ديستال وتاني حاجه ان الروت كيرفتشر دايما بيبقى رايح ناحيه الديستال هو ليه دايما الحاجه رايحه ناحيه الديستال؟ عشان تظبط نفسها في الارش بتاعي. شايفين يا ولاد؟ الميزيال اب اعلى من الديستال اب ازاي؟ وادي اهو الروت ديستال تبت وادي السلوبنج بتاع الميزيال اب والديستال اب. خلاص؟
خلاص. طيب اعرف منين الكونتاكت اريا؟ الكونتاكت اريا يا اما حته دارك هتبصوا دايره كده لونها بني غامق، يا اما حته شايني تيجي تعمل تعكس بس السيرفس بتاع الديستال كده تلاقي حته مبططه شويه ولونها شايني من الاحتكاك بتلمع تبقى نظيفه، يا اما فيها كيرز فيها تسوس، يا اما فيها حته فيها حشو. دايما الناحيه الديستال بيبقى فيها حشو، دايما اكتر حاجه بتجمع فيها الاكل وبتعمل بروباجيشن للدنتال كيرز. ماشي، تعالوا بقى نبص على الكونتاكت اهي. ماشي، تلاقي حته دايره كده وقولها ايه، بني او مسوسه او فيها حشو، ودي ايه؟ كيرز. كيرز يعني تسوس. ماشي، شايفين ده فيلينج اهو حشو، ودي سبوت شاينس اريا بس هي مش باينه قوي في الصوره. انتوا لما تيجوا تمسكوا السنه وعكسوها كده حتى في البري مولرز هتلاقوها. بص على الديستال او النيزل وبص كده هتلاقوا في دايما كونتاكت اريا، اعمل السنه كده هتلاقيها في حته بتلمع. ماشي، في الضوء. ادي اللور 6، لو جالي الشكل ده يا اما 6 او ايه، لو ناعم وحلو وناعمه وطريه وكلها حنيه تبقى 6، مكرمشه ومجعده وعجوزه ووحشه وكده ايه. خلاص، ده ايه 6 برضو شكلها باينه ونظيفه وحلوه اهي. ده يا 7 يا 8، ده ايه 7، ما فيش سبلمنتال بلوز يبقى على طول ايه 7.